على الشيخ كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وأنا نقول من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصلا، لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أفيد النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته، لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد بالأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث، فينبغي أن نفرق بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته، وحينئذ الحديث يلتقي مع الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة بهذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدأ به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد فيكتفون به شطر من الآية أو ردوها. أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركاته مطلقا. فجاء ذاك الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد، فالابتداء لا يزال فيه وبركاته وإنما هذه زيادة الرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن، هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته. النصيحة للأخر الذي يصف على اللهم اغفر لي ولأبي ما قلنا له عليه أن يأتي بالنص ولا بيكون إزادة. تفضل. أيوة هو هذا، لكن البحث هنا أنه يتخذها قاعدة. هنا يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز أن يلتزم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنفق بكل اسم في ولد، إلى أن هذا الحديث إذا قال في أو علمته أحدا من قبل، فهل هذا يعني أن ليس توضيح لهذه الكلمة، وهل هذا يعني